هاي منطقة المياسة. ايش معاناة؟ قرب حج منصور، جامع حج منصور. هاي المنطقة تعاني من قلة الخدمات. وعطش انه لا عوضوا احد، لا ساعدوا احد. لو ما خلف الله على المنظمة. هاي ام واي ام واي. الذي ايه الماي. يومين مقطوع الماي. ماي ماكو طبعا، هذا اني مكسور البوري. وبيوتنا كلها راحت وقعت. واحنا ناس تعبانين على التوشع. هاي الانقاض ايش عملتها؟ هاي الانقاض طبعا كلها امراض وحيات والوساخه، وتعرفوا ان الاطفال يلعبون. واشكال هاي كانت المقبره مال الكنيسه. المقبره مال الكنيسه هاي مقبره قديمه اثريه. تعود للاخوه المسيحيين من زمان. واكد عملوا بها. واكد اي نعم، هي ما شيء اثري يعني المفروض يحافظون عليها. وذاك الاخ الميتم والروضه والكنيسه اللي جوا كلها راحت اتدمرت. طالب برجوع الاخوه المسيحيين الى مناطقهم، الى كنائسهم، الى اديرتهم. يجب ان يرجعون عليها ويعمروها ويسيجون هي حفاظ عليها وتنظيف المنطقه مثل ما يقول الاخ. طبعا لازم شيء ضروري هذا. تعرف من جو الدواعش هاي تهدمت كل هاي المناطق وهذه، وست هاي صارت كل من يجي ست وسخ بها. ياثر عليكم هذا الوسخ؟ ايش ما ياثر؟ دبيب و فار وجراد واشكال يجينا منه. والله اشكال يجي منه. طالب طالب تنظيف المنطقه، تنظيف هاي الانقاض يشيلوها، هاي الاوساخ يشيلوها، يعني تظل هالشكل؟ نظل نحن هالشكل؟ ماكو هاي المنظمات عاد تجي مرات المنظمات الا ما حد يجي غيرهم. هذا البوري مكسور صار له يومين ما عندنا ماي. كانوا يدفنون بيها المسيحيين النصارى وصارت مزبله هسه. فار جرادي ايش تريد يجي بيها؟ واوساخ. حكينا مع البلدية ما حد عيدي ولا حد عيد نظف. يجون بالشهر بالشهرين يجون مرة. ايش ما تأثر؟ أمراض كلرة أشكال. هاي من تضرب الشمس كلها تتبخر. فار جرادي حياية ايش تتلقي بيها؟ أوساخ. ايش الطالب من الوقف المسيحي ولا البلدية؟ الوقف المسيحي البلدية ينظفوها يقنعون الأوساخ هاي. يبنوها يعمروها مثل ما كانت بالأول سياج. وينظفوها لان هي تاثر على الاطفال علينا. ايش بتاثر عليهم؟ ريحه الريحه تعال اسمه وسواخ ما وسخ ما اطيق احكي بعد. طالب شيلوا السؤال وسخ كله ينشال، هات ينشال كله حلوه.